الدوري والماتشين القريبين قوي، الاهلي امام الاسماعيلي ان شاء الله يوم الجمعه، وبعديها بثلاث ايام يوم الاثنين امام الاتحاد الاتحاد. السكندري. شايف خاصه مباراه الاسماعيلي بيبقى ليها طابع خاص، شايفها طبعا ازاي؟ شايفها ازاي؟ هو ممكن طبعا نعمل عنوان، هل تكون يعني انا اكون برج عرب يعني شاهد على تتويج الاهلي، يعني التتويج الرسمي الفوز في مبارتين، هي خلاص الاهلي محتاج نقطتين نقطتين على المباراتين في غايه الصعوبه النهارده. حتى يعني النادي الاسماعيلي بينظر لمباراه الاهلي ببطوله خاصه، وكم تمثل مباراه الاسماعيلي جمال الاسماعيلي شيء، يعني الفوز على الاهلي شيء وكل شيء في الدوري حاجه تانية. يعني لما تعمل نتيجه السنه اللي فاتت مثلا تعادل مثلا 1-1 في اعتقد في بهدف عاوز افتكر بس هدف التعادل، والاهلي تعادل في الماتش ده، مباراه خاصه حتى على مستوى المعنوي. مباراه انا بقول لك اهو الاسماعيلي، مباراه الاسماعيلي هتشوف فريق تاني، يعني هتشوف فريق حماس وكفاءات خاصه في تحفيز. ريكاردو اعتقد وصل، بس ممكن يقود المباراه كابتن احمد عجوز المدرب العام مع كابتن محمد حمص. لا هنشوف مباراه مختلفه، عشان كده اعتقد كمان الاهلي مش هي يعني عارف قيمه المباراه واهميتها بالنسبه له، وعارف مباراته دايما مع الاسماعيلي بيبقى فيها شد وجذب ومباراه مثيره وفيها كره قدم. فاعتقد ان المنافسه بين الفرقتين، مش عاوز اقول لك الفرق مثلا بين الاول والثامن او السابع، لا مش هتبقى كده، هتبقى مباراه في الملعب، مباراه بطوله خاصه. يعني دايما احنا كنا بنسميها القمه الثانيه، يعني بعد القمه الاولى ما بين الاهلي والزمالك كانت القمه الثانيه والاكثر جماهيريه وشعبيه هي مباراه الاهلي والاسماعيلي، مباراة دايما بتحفى بالاثاره والمتعه والقوه. فاعتقد هنشوف مباراه كبيره جدا. برضو من الاختبارات المهمه الفايلر، ان برضو هتلاعب فريق برضو مهما يعني كنت تعرض لكبوات، لكن رجالك من مباراه 4-1 مع فريق مصر هتشوف حاجه مختلفه جدا، في هيحاول يبرهن على قوته، هيحاول يبرهن ان هو هيعرف يلعب قدام الاهلي. فاعتقد ان هتشوف ايه، مباراه مميزه، مباراه مثيره حتى اللحظات الاخيره. فاعتقد ان الاهلي لازم يكون حاضر بقوه اذا ما اراد حسم مسابقه الدوري مبكرا، وانه ان يكون يعني في مواجهه الفريق الاسماعيلي، كل واحد عنده غياباته، لكن دي مباراه يعني نتيجتها ما تعرفش توقعها، لكن هيبقى في فرق بقى في التفاصيل الصغيره، في الفروق الفرديه، في التنفيذ بعد الجمل، يعني ازاي امتى تخلص المباراه. التفاصيل الصغيره دي كمان يمكن شفناها، وكنت لسه بتكلم على الروتيشن اللي بيعمله فايلر في النادي الاهلي، ان يعني يمكن المباراه اللي قبل اللي فاتت كان يمكن اجاييه شويه ما كانش ظاهر بمستوى جيد، مجدي قفشه كان فيه تعب شويه، فمجرد الروتيشن وريحهم ونزل الشوط الثاني المباراه اللي فاتت امام حرس الحدود، كان في تحس ان في روح جديده حصلت، ان في زي ما بيقولوا كده سكند سبيريت، الروح الثانيه اللي هو قامت في النادي الاهلي بنزول الثلاثه دول، وليد سليمان، اجاييه، ومجدي قفشه، عملوا شكل جيد جدا.